بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش هنخلص من الموضوع ابن المتناقة بتاع المراريخ والجنس والكلام ده، احنا تعبنا من الموضوع ده. اول شيء، احنا معانا هنا حالة معينة لازم نتكلم عنها. الآدمية دي عندها المريخ متراجع في برج العقرب. المريخ في العقرب هو مريخ جنسي وقوي في الجنس، وبيخلي المرأة تمارس عدد كبير جدا من التجارب الجنسية، وهو مريخ مبادر في الجنس وكلام زي كده. وجود الكوكب في البيت ال12، البيت ال12 هو بيت الضباب وبيت بلاد الخيال والأحلام والخجل. المريخ كوكب الجنس، لما يدخل في البيت ال12 بيت الخجل، معناه انه الانسان بيكون خجول في الطلبات الجنسية، واللي يتكلم معاه في الجنس بينفجر فيه. ازاي انت مش متربي، انت مش محترم، خجول، انسان بيخجل من الجنس. الجنس ده اختراع موجود، حتى القطط والكلاب اللي في الشارع بتمارس جنس. يعني انت، انا معرفش، يعني التربية المحترمة دي مش هتنفعك في حاجة. الكواكب الموجودة في البيت ال12 كواكب بنت متناقة، كشم البيت ال12 وكشم الكواكب اللي في البيت ال12، ومش هتستفيد منها بحاجة، وهتقعد طول حياتك كده خجول ومستحي، واللي يتكسف من بنت عمه ما بيخلفش منها عيال، وبخلي الخجل والحياة ينفعك يا أستاذ. ماشي ماشي. يبقى المريخ نفسه إذا كان موجود في البيت ال12، تلك مصيبة يا ولد. المريخ المتراجع مصيبتين، المريخ جنب زحل مصيبة ثالثة. المريخ اقتران زحل مصيبة، المريخ المتراجع مصيبة، المريخ في البيت ال12 مصيبة. ثلاث مصايب اجتمعوا جنب بعض في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها دي. انت محتاج تفكفك الموضوع، ومحتاج يعني ايه تحل النحوسات الموجوده في الخريطه. اول شيء، الكوكب المتراجع معناه انه ان هي عندها صوره مشوهه عن الرجال وعن الذكوره وعن طريقه التعامل مع الرجال والكلام ده. المريخ الريتروجريد، مكتوب ار يعني ريتروجريد. المريخ هو الرمز ده اللي انت شايف الدايره وفيها سهم، هو ده المريخ يعني. طيب، المراريخ بتعبر عن الاحتياج الجنسي وعن الرغبة الجنسية وعن المبادرة الجنسية، وان المرأة دي مرأة بتبادر في الجنس ولا لا، والمرأة دي بتاخد حقوقها في الجنس ولا لا. يعني ممكن المرأة اللي عندها المريخ متراجع في البيت ال12، التكييف برد ابن عرس، وانا مش عارف اسجل عشان التكييف ابن العرس برد، بروح ابطل التكييف وارجع. اوف يا قلبي. نعتذر عن الخطوة اللي احنا رحنا قفلنا فيها التكييف ابن العرس اللي فشخ ابونا من التلج. فالمهم ايه بقى؟ المهم ايه الكلام؟ المفروض ان المريخ المتراجع في البيت ال12 جنب زحل ده ممكن يقعد المرأة فترة كبيرة جدا من عمرها لا تمارس الجنس وخجولة، ولما حد يجي يفتحها في الموضوع ده ما تعرفش ترد. يعني هي اتعرفت على رجل، الراجل ده قال لها ايه رأيك يا فلانة في نعمل علاقة جنسية؟ طبعا انفجرت عليه، انت ازاي، انت انسان ما تستحي. فالمهم الولية انفجرت عليه وقالت له انت ازاي، انت ما تستحي على وجهك، انت ازاي تتكلم معي في الجنس والخجل والحياء. ها، بخلي الخجل والحياة ينفعك يا آدمي. فالمهم وقالت للراجل اعمل لي بلوك وما تتكلمش معي في الجنس. الله الله. في واحدة مثلا لما تكون متعرف على شخص، انت كإنسان متعرف على شخص، لما تيجي تدير العلاقة الجنسية الموضوع بيبقى ماشي كالآتي: في طرف يبادر في الجنس، في طرف لا يبادر في الجنس، في طرف ما بيحبش الجنس، في طرف يخلي الجنس بعد الجواز، في طرف يقول لك يلا نعمل الجنس في السر، جواز في السر او بدون جواز حسب. لكن في طرف جريء يعني، طبعا بقى يقول لك ايه، بغض النظر عن الدين. هو مش بغض النظر عن الدين، هو في دين، والدين بيقول ان يبقى في حرام جنس خارج نطاق الزواج، لكن الجنس خارج نطاق الجواز حصل وبيحصل وهيحصل، والخيانه الزوجيه هي جنس خارج نطاق الزواج، بتحصل وحصلت وهتحصل وهتستمر في الحصول في كوكب الارض. انت بقى خلي الادب والاحترام ينفعك يا اخي. انت ما بتخونش زوجتك اخي، انت حر، هي ما بتخونش زوجها، هو حر، بس ده مو معناه ان انا بقول للمراه تروح تخون زوجها. بس فين الكلام؟ الكلام ان انت يعني الصح الصحيح ان في ناس واخده عايشه حياتها الجنسيه بالطول وبالعرض. يا راجل دي حاجه تفلق، حاجه تفلق. في ناس بتمارس جنس زكاة عن صحتها وبالنيابه عن سكان كوكب الارض. يعني في يعني مثلا واحد عنده المريخ مثلا قوي في الخريطه، الراجل ده بيمارس جنس كل يوم كل يوم كل يوم من بدايه سن العشرينات، من بدايه البلوغ، النسوان في حياته ما بيخلصوش. ماشي، ركز في الموضوع. وفي واحده تاني كل ما تتطلق تتجوز، يعني الجنس في حياتها ما بينقطع، مستحيل تقعد سنه بدون جنس، مستحيل تقعد اسبوع بدون جنس، مستحيل تقعد فتره بدون جنس. وفي ناس تقعد 20 سنه ما يمارس الجنس ولا مره.
يقعد 50 سنة ما استخدم أعضاءه التناسلية. ده موضوع غريب يعني، موضوع السكس ده موضوع غريب عجيب. لما تيجي تبص للجنس في الخريطة وطريقة تعامل الرجل، أكيد هي زحل مكتف المريخ، أكيد هي مش إنسانة منطلقة في الجنس، أكيد هي إنسانة تشعر بالحدود وبالقيود، لأن زحل مكتف المريخ، لأنه موجود في قدامك في البيت الـ12 في الخريطة. أنا كاتب تلتمس العذر لأن هي عندها هالة جنسية، هي عندها المريخ في برج العقرب، المفروض إن هي تلتمس العذر للأشخاص اللي بيتكلموا معاها في الجنس. هو أنا ما بقول إن هم متربيين وإن ده صح وده غلط، معروف الصح والغلط، بس أنت بتتعامل مع الواقع، أنت مالكش دعوة بالصح والغلط دلوقتي. الصح والغلط ده مقاييس اعتبارية، مقاييس مثاليه ما بتحصلش في ارض الواقع. مين اللي بيستخدم المثاليه الا كواكب الحوت بنت المطناقه، وكواكب القوس بنت المطناقه، وكواكب العذراء بنت المطناقه. ها نفعتك المثاليه، ما نفعتكش المثاليه، نفعتك التنظير، ما نفعكش التنظير. غيرك بيعرف يظبط اموره ويمشي حياته الجنسيه بشكل صحيح، ويعرف يعيش المتعه، ويعرف يعيش الحياه الجنسيه بشكل صحيح. انت كانسان عندك مشكله. المهم الموضوع ابن المطناقه ده بتاع الجنس ده، يعني انت المفروض تشوف كيف هتدير حياتك الجنسية، المفروض انت تفهم كيف تدير حياتك الجنسية. الموضوع ده الواحد ما بينتبهلوش، يعني موضوع الجنس ده انت ممكن ما تنتبهلوش، ممكن تعيش 9000 سنة من عمرك ما مارستش الجنس الا سنتين ورا بعض. يعني مثلا واحد اتجوز سنتين ورا بعض ماشي، وعمره 27 و28 و29، وبعدين اتطلق، بعدين او طلق او هو اتطلق او هي اتطلقت، وبعدين قعد من عمر 27 او 29 لحد عمر 45 سنة لم يمارس الجنس، قعد 15 سنة او 16 سنة لم يمارس الجنس. انا انت فين مريخك في الخريطة؟ يعني انت مريخك ما بيمارسش جنس ليه؟ ايه مشكلتك في الجنس؟ السكس ده اختراع مهم، يعني الجنس ده اختراع عظيم. يعني انت فين مريخك في الخريطة؟ ايه هتقعد تقول لك اصله الخجل، اصله الحياء، ما نفعكش الخجل في حاجة. عمرك ضاع وانت لم تمارس الجنس. هل نفعك الخجل؟ ما نفعك الخجل. هل نفعك الحياة؟ ما نفعك الحياة. رجال الدين، رجال الدين هم أكتر ناس بيمارسوا جنس في الحياة، وبعدين يقول لك حرام ولا يجوز، ويا ولدي ويا أختي ويا أخي، هم أكتر ناس بيسكسكوا في الحياة. طب وانت ايه؟ انت مالك انت من رجال الدين؟ انت ايش يا ابني؟ وفي حد يسمع كلام رجال الدين؟ انت عبيط ولا؟ اه انت عبيط. في حد يسمع كلام رجال الدين وبقول لك ما تتجوزش، ويا اختي خاف الله وخاف الله يا اخي. هو اكتر واحد سربوت، واكتر واحد داشر، واكتر واحد سرسري، واكتر واحد بيسكسك في الحياه، وبعدين يقول لك اه الجنس حرام والسكس حرام وعيب وخطا ولا يجوز، واين الخجل واين الحياء. اه يا ابن الكلب يا ابن الكلب يا واطي، يلي بتسكسك 24 ساعه مثلا، زي برج العذراء، البرج الوسخ النجس ده المنجوس، زي برج العذراء النجس الوسخ، زي برج الحوت مثلا. لما تيجي تتكلم مع الحيتان، الله يلعنهم يلعن اصلهم الانجاس دول، الحيتان الانجاس، لما تيجي تتكلم مع الحيتان الانجاس او العذراء، البرج النجس الوسخ، ابن 66 كلب ده، وحرام ولا يجوز، المترهبن ده، مترهبن، انت مترهبن وعايش في الصومعه في الصحراء، اشتخل امك انت معانا، انت انسان مخصي ما عندكش اعضاء تناسليه، اشتخلك انت في الناس اللي عندهم اعضاء تناسليه، تمام، سيبهم يعيشوا حياتهم الجنسيه والبتنجانيه. انت مالك؟ انت ايش حشرك في الاعضاء التناسليه بتاع الناس؟ مالكش دعوه، هو حر يمارس الجنس ما يمارسش الجنس، ليش دخلنيه انا؟ مالي هو جاي مارس الجنس معي، انا مالي، بعيد عني، المهم بالموضوع بعيد عني وخلاص، ايش دخلني في اخلاق الناس وفي حياتهم؟ هو انا اللي هربيهم؟ انا اللي هربيهم من الاول وجديد، وانا اللي اقول له كيف تمارس الجنس وكيف ما تمارسش؟ ايش دخلني انا في الموضوع؟ انا ايش دخلني؟ مالك دخل؟ لكن بعدين ما تكونش انت انسان مخصي ومؤدب ومحترم وتيجي تقرفنا بادبك وباحترامك. احنا يا اخي ما نبغى ادبك واحترام، نفعك الادب. فالمهم افهم بقى الكلام، خلصت الموضوع، ده اخر سنابه في الموضوع. شوف يا بابا، شوف يا بابا، شوف شوف يا شوف يا بابا، شوف يا ماما، شوف، في ناس عاشت وماتت لم تمارس الجنس ولا مره في حياتها، في ناس عاشت وماتت مارست الجنس ايام بسيطه في حياتها، في ناس بتمارس الجنس اسبوعيا لا تنقطع عن الجنس ابدا 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 ابدا، وعايشين حياه صح. ده عندهم المريخ كويس في الخريطه. اما المريخ المتراجع المنتحس الغير منتصب مش عارف ايه ابن الكلب ده، مريخ حمضان وتعبان، زي مريخ العذراء كده. المريخ اللي عندي ده في الخريطه ده مريخ عليه
عليه ملاحظات كتيرة في الجنس، عليه كتير ملاحظات، ملاحظات ان هو مش عارف محترم، مش عارف ايه، في مراريخ عليها ملاحظات في الجنس، وفي مراريخ منطلقة في الجنس، وفي شخص بيتجوز برج القوس يتجوز اتنين وعايش حياته، طالع الجوزاء التاكسي ده بيتركب كل يوم، التاكسي المركوب كل يوم يتركب، كل يوم يركب ويتركب التاكسي ده، كل يوم طالع الجوزاء عايش حياته كلها بالطول بالعرض ابن الكلب ده. في ناس مخلص ووفي ولن اتزوج بعد زوجي ومش عارف ايه والكلام الفارغ ده، تقعد عايش 1000 سنه، انت حر تتجوز ولا ما تتجوزيش، والنبي اعضائك التناسليه مش هتغير حركه الكواكب حول الشمس ولا حركه الكواكب حول المجموعه الشمسيه، ما يعني ما كشم الاخلاص وكشم الوفاء اللي عندك، بخلي الاخلاص والوفاء والخجل والحياء اللي عندك ينفع، التنظير في الاخلاقيه بخلي التنظير في الاخلاقيات ينفع. انت بتتكلم عن المريخ، انت بتتكلم عن كوكب الحماس والحركه والجنس ومش عارف ايه، انت مش بتتكلم عن كوكب محترم، انت بتتكلم عن كوكب سافل وواطي، ما هو لازم يكون سافل وواطي، ما هو لازم يكون جريء، ما هو انت دلوقتي انا عجبني واحده، انا شفت بنت وعجبتني، اوكي خلاص روح اتجوزها، روح خلاص يعني روح اطلبها من اهلها واتجوزها، انت هتتجوزها يعني اسمه ايه؟ عقد زواج، اسمه عقد نكاح مش عقد جواز، ما فيش حاجه اسمها عقد جواز، اسمه عقد نكاح، نكاح يعني جنس، فالموضوع واضح. ما تقعدش بقى تقول لي لا اصله مش عارف خجل وعيب واستحي، انت اللي تستحي، انا ايش دخلنا انا استحي منك؟ انا ما استحي. انا ما احبش الخجل اعوذ بالله، ما احبش الاحترام ولا الخجل، اعوذ بالله من الخجل والاحترام، اعوذ بالله، اعوذ بالله، الله لا يبلانا بس، الله لا يبلانا. ها نفعتك الكواكب اللي في البيت ال 12 بيت الضباب والمنفى، الكواكب اللي في البيت ال 12 كانها مش شغاله، المريخ اللي في البيت ال 12 كانه مش شغال، بيمارس جنس مع الكائنات الفضائيه، بيمارس جنس مع الخيال، نفعنا نفعك، نفعك الجنس مع الخيال والجنس مع الكائنات الفضائيه والجنس مع الجن والعفاريت، نفعك نفعك ما نفعك جن. شكله بيمارس الجنس مع الاسود اللي في الغابه ومع ومع التماسيح، الراجل اللي اغتصب التمساح، ربط التمساح واغتصب التمساح 3 ايام متواصله، يعني انتوا كائنات غريبه، انتوا كائنات غريبه. الايه يا اخويا؟ الادب والاحترام مش عارف ايه. ايوه استكمالا للموضوع، دي الاخت دي متحمسه قوي، قالت لك ايه؟ الله لا يوفقك. اوكي جيتك يا عبد المعين تعين، ليتك يا عبد المعين محتاج تتعان. المريخ في الطور في البيت ال 12، ايوه ادي انسانه، دي انسانه لن تمارس الجنس الا 3 دقائق في حياتها كلها، هتعيش 60 سنه، هتعيش 60 مين، هتعيش 70 سنه، التكييف فشخني، هتعيش 70 سنه ماشي، ومش هتمارس الجنس الا 3 دقائق بس في حياتها، ابقى خلي ال 3 دقائق دول ينفعوك يا ماما، انت ومريخ الطور الحمضان التعبان اللي عندك. اول شيء لازم تفهميه الاتي، ان المريخ في البيت ال 12 يمارس الجنس مع الاجانب واشخاص من خارج البلد، دي مصيبه، يلا عنك الشم البيت ال 12 ابن المتناقه ده، بيت ابن متناقه، البيت ال 12 انت محتاج تهاجر وتركب طياره وتسافر عشان تمارس الجنس، ده البيت ده بسم الله الرحمن الرحيم كده، بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بنتكلم في البيت ال 12 البيت ابن العرس ده. ظهور اشخاص اجانب معناها اهلك هيرفضوا الجواز من الشخص الاجانب، معناها انك مش هتتجوز، لان اهلك بيرفضوا انك تتجوز شخص اجنبي من خارج البلد، انت مش هتهاجر لان الهجره صعبه والهجره مره والهجره، طبعا احنا نفتح التكييف نبرد، نبطل التكييف نحترق، طب احنا كيف نقعد يا جدعان؟ تعبنا يا جدعان، تعبنا يا ابني. فدلوقتي انت هتعمل ايه؟ احنا هنوقف التكييف. فدلوقتي البنت مش هتعرف تتجوز حولها، يعني المريخ كوكب الجنس موجود في البيت ال 12 بيت الهجره والاجانب والتعامل مع الاجانب، هي تقول لك انا مش همارس الجنس مع شخص اجنبي او من خارج البلد، دي ازمه البيت ال 12، البيت ال 12 ده بيت ابن عرس، بيت ابن عرس، ابن عرس، الكواكب اللي موجوده في البيت ال 12 كواكب المستحيل، محتاج تعمل المستحيل عشان تقدر تحقق طاقه الكواكب اللي في البيت ال 12، شكلنا هنطول في ديك ام السنه، انا اتفشت. المهم البنت عندها المريخ في الطوق، غير جريء وكمان في البيت ال 12 بيت الضباب وعدم اتضاح الرؤيه والتعامل مع اشخاص من خارج البلد، يا خوفي حتى لما تهاجر وتطلع خارج البلد تلاقي الرجاله اللي بتتعامل معاهم رجاله مخصيين ولاد كلب مقطوعين العضو منزوعين البيض، غير مبادرين في الجنس او غير مبادرين في الجنس او باردين جنسيا او عندهم مشاكل في الجنس، يا دين امي على المرار. فهنا التجربه الجنسيه تجربه حمضانه، فهي لازم تختار لها اشخاص مناسبين، دوري بقى اديهم مهر، اسمع اشتري مني انت، روح اديهم مهر، روح ادور على واحد ادي له مهر وقول له النبي يا اخويا تعالى اتجوزني، لان انا عندي المريخ تعبان في البيت ال 12، واتصرف حتى تحصل على تجربه جنسيه، اتفضل يعني المراريخ هابطه في البيت ال 12، طب هنعمل ايه؟ يعني في الوبال ولا في الطور ولا في السرطان ولا جنب زحل ولا متراجع؟ احمد ربنا انه مش جنب زحل، لو جنب زحل ما كنتش شميتي ريحه الجنس، لو متراجع كان هياخر الموضوع، لو مش عارف ايه كان ايه يعني، طب يعني ده البت دي عندها المريخ في بيته في العقرب ما استفدتش منه بحاجه. ايه
الدنيا الدنيا. بس بما اني ان انا بفكر اشتري بنادول نايت عشان انام، ماذا يحصل للكواكب في البيت ال 12؟ ماذا بحرف الزين؟ البيت ال 12 هو بيت النوم والاحلام، وبيت يعني نحيس، بيت ابن عرس، مش مفهوم في الفلك ولا احنا فاهمين دين ام البيت ال 12 ده اصلا. والكواكب اللي بتكون في البيت ال 12 كواكب مش مفهومه ومش عارفين هي عايزه ايه بالظبط، وكواكب مطيزه، وكواكب ما لدين اهلها فايده، وكواكب بيتاخر ظهورها في الخريطه، وكواكب ما بتديش الحظ بشكل واضح، وكواكب محتاجه ان انت تهاجر بره البلد في الاراضي الاجنبيه عشان تتفعل طاقتها. الزهرة في البيت ال 12 لازم تسافر برا البلد عشان تحب، المريخ في البيت ال 12 لازم مش عارف تهاجر برا البلد عشان تمارس الجنس، المشتري في البيت ال 12 لازم تهاجر برا البلد عشان يجيلك فلوس، زحل في البيت ال 12 لازم تتعامل مع اشخاص من خارج البلد او تهاجر برا البلد عشان تقدر تعمل نظام حياة، مش عارف اورانوس في البيت ال 12 التطورات تحصل في حياتك خارج البلد، نبتون في البيت ال 12 ستجد التعامل الروحاني افضل اذا تعاملت مع اشخاص من خارج البلد، ولا كرامة لنبي في وطنه. ايوه دي الكواكب اللي في البيت ال 12، لا كرامة لنبي في وطنه. المصيبة لما يكون المريخ كوكب الجنس موجود في البيت ال 12، دي نكبة من النكبات يا ابن عمي، دي نكسة من النكسة، دي ده 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 موت وخرب ضياء، موت وخراب ديار، موت وخراب ديار، موت وخراب ديار. انا والله تعبت من البيت ال 12 ده. المشكله حول الله لما تلاقي بنت عندها المريخ في البيت ال 12، كيف تقول لها ان انت جوازك هيتاخر؟ كيف تقول لها انت يعني انت كيف تصرحها بالموقف؟ كيف تقول لها يا انسه انت جوزك من سوق الجمعه، انت جوزك حمضان وتعبان، وان انت عندك حكم السبع في ال 12، وان انت ممكن يتاخر جوازك، وان انت مش كيف تقول لها كيف تصدمها في عيشتها؟ تصدمها كيف تصدمها في عيشتها وتقول لها الكلمه دي؟ يا جدعان، عالدنيا يا جدعان، عالدنيا يا جدعان، دنيا بنت كلب، هتعمل ايه؟ كواكب نايمه، كواكب لا تعطي الحظ، كواكب تتاخر في اعطاء الحظ، كواكب تعطي الحظ بشكل ضعيف، كواكب تعطي الحظ مش عارف من ورا التريلات، كواكب تعطي الحظ فتره ومؤقته. انا رجلي وجعتني، انا رجلي وجعتني. فدي دنيا غريبه. انا لما بشوف كواكب في البيت ال 12 انا بستعوض ربنا. لا تيجي لك بقى بنت، في بنت قبل كده عرفتها يا امي، في بنت قبل كده كان عندها حوالي 4 كواكب في البيت ال 12. البنت دي انا لعنت والدنا، البنت دي لو جات لي تاني، لو شفتك، ما اعرفش البنت دي بتتابعني ولا لا، لان من زمان شفتها البنت بنت الكلب دي. انا لو شفتك انا مش بلعنك، ده انا بمسح في دين اهلك الارض. الكواكب اللي في البيت ال 12 كواكب ما منهاش فايده، بتشتغل بعد ما تبع بصها، بعد يعني ما تولع في طيبه قلبها النار. كواكب يعني انا ما اعرفش هي عايزه ايه في حياتنا الكواكب اللي في البيت ال 12. الله يعين، الله، دي السنابه رقم